اللي جاي دلوقتي عن السودان. الناس كلها بتتكلم عن غزة، والناس كلها متعاطفة مع غزة، وإحنا قلوبنا مع غزة، ولكن يا جماعة اللي بيحصل في السودان برضو المنطق مش قادر يستوعبه. الناس هناك تعبانة جدا، الفيديوهات اللي بتنزل على السوشيال ميديا اللي كمان بتشوفها بصعوبة، يعني أنت فيديوهات غزة بتقابلها في كل ما بين كل فيديو وفيديو في فيديو لغزة وعن أطفال غزة وعن ستات غزة. السودان لا، ما بتلاقيش الفيديوهات دي، إحنا بندور عليها. كم الـ 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 التعدي اللي بيحصل على الأهالي هناك مش طبيعي، البنات بتغتصب، الأطفال بتتشرد، الأهالي اتشردت، السودان فيها كارثة. النهاردة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وصل لزيارة رسمية وزيارة مهمة جدا لمصر، في ظل أن الجيش السوداني بيحاول أن هو يسيطر وفي معارك، وكمان الناحية التانية طبعا مبهدلين الدنيا خالص، قوات الدعم ماشيين ان هم طبعا اللي عاملينه في الناس ده غير طبيعي. طيب محدش بيتكلم، العالم ساكت، محدش بيتكلم عن السودان خالص، يعني حتى الإعلام الغربي بيتكلم عن قضية فلسطين وبيتكلم عن إسرائيل ومحدش بيجيب سيرة السودان نهائي. يا جماعة الناس دي مهمة جدا، الناس دي على حدودنا. طبعا احنا كمصر احنا مهتمين بالشأن السوداني جدا ونتمنى لهم ان هم يستقروا في اسرع وقت. طيب نطمن على السودان، معايا دلوقتي الدكتوره اماني الطويل الخبيره بالشؤون الافريقيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. يا دكتور اهلا وسهلا. اهلا بيكي اميره والمشاهدين. طمنينا ايه اللي بيحصل في السودان دلوقتي، والوضع واصل هناك لحد فين، وامل للحل ولا لا؟ والحقيقه الوضع مش مطمئن. نعم. يعني في طول الوقت على يعني انا بقدر اوصل طبعا لطبيعه الاخبار الميدانيه في كافه المناطق السودانيه عبر اصدقاء وعبر وسائل اعلام المواطن اللي هي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجروبات وكده، فدايما بيبقى في هجمات من قوات الدعم السريع على القرى. في عمليات نهم منظم، في عمليات اغتصاب نساء، الشباب اللي على الارض عاملين جروبات بيعلموا بهذه المآسي. في مجموعه اسمها محامي الطوارئ بيوثقوا هذه الانتهاكات. في طبعا هذه الحاله من الهلع والفزع اللي بتسببها الهجمات بتسبب نزوح للسكان من مكان لاخر، يعني كما ينزح السكان في غزه اخواتنا في غزه من مكان الى اخر، ايضا ينزح السودانيين من مكان الى اخر، واللي بينجح يخش مصر او تشاد او جنوب السودان بيبقى ده يعني هدف كبير او ده حاجه بالنسبه له عظيمه انه يعيش في مكان على الاقل امن. انا معاكي طبعا من الاعلام الغربي والدوائر الدبلوماسيه الغربيه كمان دلوقتي مش مهتمه بالسودان، حتى السفير الامريكي مؤخرا يعني انتهت مهام عمله في السودان، عمل خطاب زي ابراء ذمه كده، احنا عملنا وخلينا وسوينا، لكن كل ده لم يصل الى نتيجه. طيب. الحقيقه النتيجه مرتبطه باراده الفاعلين المحليين، يعني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. مين بيدعم قوات الدعم السريع؟ مين بيدعمهم؟ اطراف اقليميه. طيب الدلاله السياسيه للزياره اللي حصلت النهارده، هل ممكن توصل لحاجه؟ هل ممكن يكون في حل قريبا؟ يعني الاهداف من زياره النهارده الحقيقه مش معروف لمصر. اذا كان في حل قريبا ولا لا، لكن زياره النهارده طبقا للبيان الصادر عن الرئاسه تناولت الازمه فيما يتعلق بامكانيه حلها. طبعا في جهود اقليميه ودوليه سابقه في منبر جده وفي منبر الايجاد، كمان البرهان كان في ليبيا من كام يوم، النهارده حميدتي في ليبيا. الحقيقه الموقف ده عامل التباس شديد حول موقف حكومه طرابلس من يعني الصراع، هل تتدخل لتقريب وجهات النظر؟ هل تتعاون مع القاهره او لا تتعاون مع القاهره؟ يعني العلاقات بين القاهره وحكومه طرابلس مش على افضل حاجه، ففي التباس في نوع من انواع الضبابيه فيما يتعلق بالحل التفاوضي في السودان. طيب دكتوره اماني الطويل خبيره بالشؤون الافريقيه مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه بشكرك جدا. يعني الوضع في السودان يا جماعه لو بتخشوا تشوفوا الفيديوهات مرعب، مرعب بمعنى كلمه مرعب. البنات بتغتصب
ليل نهار زي ما يكون ده هدف عندهم، ده هدف عندهم. الموضوع هناك كبير جدا، الناس اتشردت، الناس مش لاقية مكان تروحه، ومع ذلك العالم مغمي عينيه وكأنه مش شايف حاجة، كأنه مش شايف ايه اللي بيحصل هناك. طيب انت عندك مثلا اللي بيحصل في غزة، طب دول الإسرائيليين بيضربوا، الصهاينة بيضربوا، انما اللي بيحصل في السودان ده إن انت ناس اللي جنبك اللي بتعمل، ناس منك اللي بتعمل فيك كده. فاللي بيحصل كبير ومرعب وقاسي وحزين، والاعلام العالمي والاعلام الغربي كانوا مش شايف حاجه. حتى احنا هنا انا 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 بستغرب السوشيال ميديا، احنا حتى فيديوهاتهم يعني ما بتوصلش، صوتهم حتى ما بيوصلش. فربنا يكون في عونهم يا رب.